إن الأرض يحصل لها تعريف الأدابتر أو الإنتاج من إنفورميشن تاني حاجة. طب الانتي كلاين بتختلف من انتي كلاين للسيمتريك.
كسلوا لاين ازاي يعني ايه 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 السبب ازاي الفرصه دي لا مش بس الفرصه انا مثلا عندي كذا طبقه ارض واحده مثلا سيدمنتري روك واحده ميتامورفيك روك واحده اجنيس روك الاجنيس روك معروفه ان هي عندها هاردنس عالي جدا مش اي حاجه ممكن تعمل لها كده فانا مثلا عملت جيت زلزال عمل الارض كده بس الطبقه بتاعت الاجنيس روك دي يعني مش عايزه تتبني بس السيدمنتري والميتامورفيك اللي تحتيها عايزين يبنوا عندهم قابليه اللي بيحصل ايه؟ ان الاجنس مثلا او الهارد روكس اللي بتبقى فوق ما بترضاش فتروح الطبقه عامله كده تبتدي ناحيه اللي عايز اللي قادر يتاني. ايوه العكس صحيح تماما لما بيكون عندي اجنس سيدمنتري او هارد روك وبعديها ميديوم روك او سوفت روك وبيحصل ستريس على الناحيتين او كومبريشن على الناحيتين اللي تحت ما بيرضاش يبتدي فالستريس بتروح ناحيه اللي قادر يتاني. روح عامله الانتي كلايمكس القلق 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 بعد كده تاني نوع اسمه الاسيمتريكال فولد الاسيمتريكال فولد بيعتمد على او بنقدر نقول ان الطبقه دي حصل لها كومبريشن بس مش ايكوال كومبريشن يعني مثلا حصل هنا الكومبريشن ب 1 ميجا باسكال وهنا ب 3 ميجا فالارض تالت مش يبقى اللبس هنا هتبقى اعلى اللي هنا بيبقى الاكسيال مايل اكتر كل لما الكومبريشن يزيد في ناحيه الاكسيال بلان بتاع الفول يروح مايل اكتر يعني الاظهر اظهر بيميل ناحيه الاقل يعني انا بزق من هنا فهو يميل كده ازق من هنا يروح مايل كده وهنا بحط هنا لازم البريشر يكون فيه فرق في الارتفاع كده لازم البريشر يكون فيه فرق في الارتفاع يعني اللي جاي من ناحيه يكون فارق عن التاني ولا ممكن في نفس الارتفاع لا في الارتفاع في الاليفيشن لا مش لازم في الارتفاع بس اللي بيفرق اكتر الماجنتيود كميه الستريس اللي جايه يعني لما يجي لي مثلا 20 ميجا باسكال من ناحيه ويجي لي 1 ميجا باسكال لا ده يعمل لي اوفر تيرن تمام الفكره بقى من فوق او الاليفيشن كل الانواع مجمعه بشكل واحد الارض ممكن يحصل لها ديفورميشن تاني ممكن يحصل لها انهيار بعد كده ممكن اعدي طبقه ما تشوفش ما تشوفهاش.
بيحصل لما كان في حاجه برضو ممكن تكون متخيلها او فكره ان اصلا الارض هوريزونتال او فيها طبقات متتابعه بطريقه معينه وبعد كده حصل ديفورميشن حصل زلزال غير الشكل ده فالشكل النهائي للارض زي اللي احنا عايشين عليه يعني عندك كله ماشي بس حصل ديفورميشن فيه فان الارض عاديه جدا حواليه طبقات موجودة عادية جدا عشان الارض المسطحة بس جواها في زي طبعا من فوق من الجنة في السبوع ايه هون بس الارض عادية مش ممكن تاني جوه ما تصورش اصلا من تحت يعني ما تشوفوش اصلا يعني فكرة ان انت هتعمل لسه ومش هتوصل لتحت لا انت هتوصل مش هتعمل لسه من هنا هتوصل لكل اللي حواليك لو ممكن انا اصلا في الجنة طبعا جات عليها ميه جات عليها انهار بطتها في عصر
المكنه استخدمت فيه حديد، مهما عملت له صبغه، مهما عملت له سكورتنج سيستم تحت او حقنته وعملت له اسمنت او مش هيجيب هي ستريس هتغطي كل ده. فبقول انا هتجنب الموقع ده خالص، او هبدا من بعد 100 متر مثلا لما اغلق الكاسيت او الميكس بتاع الميكس بتاع مش هتشوف
الجايه للطبقه دي. اعمل ايه؟ في الطبقه ما حصلتش. لا ده انت مش سهل جدا ان انت تشيل طبقه من الارض وتروح تحطها في مكان. انت للاسف خالص ان انت تاخد قرار ان انت تمشي بعيد عن المكان ده. يعني مش قرار سهل. يعني دي ممكن تكون تكليف مادي. تكلفتها هتكون جدا ان انت تقعد تقطع عشان تستبدلها. معناها تستبدلها بايه؟ تجيب قرفه في مكانها. فانت اصلا الماشينز اللي موجوده اقل بكتير جدا من الطبيعه. الطبيعه كونت اصلا القشره الارضيه دي تولدها بضغوط عاليه جدا. وفي وقت من الاوقات كانت مثلا القارات كلها لازقه في بعض. اللي فصل القارات دي يعني حاجه انت مثلا يعني بص انت ما تتخيلهاش. ففكره ان انت تشيل طبقه عشان تحط واحده ثانيه لما انت هتحطها فراجمنت برضه وصفتها لوز وما عندهاش اي هارمونيز ونفس الموضوع. بيعملوا كده بيعملوا كده بس لما بيكون منشأ واحد. يعني ما عندكش حاجة كومبلكس. يعني ما عندكش حاجة هتنزل فيها تحت الأرض جدا. لو عمارة أوكي هتنزل كام أساسات يعني 20 متر 30 متر. مش دي اللي هتخليك تنزل جدا تنزل على بعد عالي جدا. المشكلة لو وصلت تحت الأرض أو تعمل كومبلكس جيومتري زي مش عارف حاسس حاجة زي كيبرز مثلا زي كيبرز الأبراج العالية الأبراج العالية أو مثلا في البلاد اللي فيها برد أو تلج طول السنة بيعملوا المجمعات السكنية بتاعتهم تحت الأرض كلها. يعني أنت بتنزل تحت الأرض علشان تطلع العمارة بتاعتك أو عشان تروح المول بتاعك أو عشان تروح أي مكان بتروح بتروحهم تحت الأرض. ففكرة ان انت المنشأ فوق الارض ده ما بتتطلبوش جدا. كل حاجة بتبقى تحت الارض. الاماكن اللي هي البرد كده تحت الارض هو لازم يعرف تحت الارض فين كويس. لازم يبان لك حاجة موجودة لازم يسبورت حاجة لو يعرف ان هي موجودة. حضرتك عملت سيميوليشن للبروسس اللي موجود دلوقتي كده بتقول ان انا بتعمله بروسس بتطلع بره بتغطى بتعملها طيب. هو دي شايفها الطبيعة ازاي هي الفايبريشن مثلا دي زلازل بتعمل كده ازاي ده يتحول كده. هي الارض اصلا زي فكره ايه اللي خلى وقت من الاوقات كل القارات اللي في الدنيا السبع قارات تلزق في بعض. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ خلاهم يبقوا لازقين في بعض. مش عارف ايه اللي خلاهم بعدنا عن بعض ولا خلاهم سبعه؟ خلاهم لازقين في بعض. خلاهم في الاول كانوا في الاول كانوا عماره واحده بعد كده كانوا هما كانوا قاره واحده بعد كده انفصلوا. ليه بقى كانوا هما واحده؟ ليه كان واحد ولا ليه انفصلوا؟ ليه انفصلوا؟ ايه اللي خلى القارات دي تتكسر او الارض دي تتكسر وتبعد جدا عن بعض؟ ايه التكتونيك؟ حصل مره واحده. حصل ايه؟ حصل لا طبعا مش مره واحده. اكيد مش مره واحده. هما كانوا بقوا ثلاثة بعد كده فكوا أكتر. لا أنا بتكلم إن الحدث الدور ده حدث مرة أو وقت زمن معين وانتهى. يعني الإنرجي بتاعته بس. لا أنت بتتكلم عن عمر أرض 4500 مليون سنة. تمام. فالأرض بالبلد دي كانت عجلت. اتعجلت سبريس اتعجلت في الطبيعة. إيه اللي بيخلي السبريس ده مستمر؟ إيه اللي أصل الأرض دي بتتحرك؟ وجود أصلا يعني استمرار. إيه اللي خلى قارة أفريقيا في مكانها دلوقتي؟ ما خبرش ما معلاش فرصه. مين اللي البحار اللي حواليها دي مش سندانه. مش طايره في الهواء. لا سندانه دي فورس. الميه ليها قوه. دي سنده شفنا عندنا نوعين من الكراست الاوشانيك والكونتيننتال. الاوشانيك كراست اللي تحت المحيطات والكونتيننتال اللي احنا شفنا عليها وصلت للمنطقة اللي قررنا نفسها. مش وصلت للمنطقة الوشانك بقى هي اللي سانده الثلاثة. هي اللي عليها ستريسز ماسكة قوي في مكانها وماسكة في مكانها وماسكة آسيا في مكانها. طيب يعني البحار
المحيط مثلا الاطلنطي تحته ارض. الارض دي على ستريس معينه اللي هي وزن المحيط نفسه والفورسز الهوريزونتال اللي عليه. هي دي اللي لو اتفكت الفورسز دي هيروحوا يتفرجوا في اماكن ثانيه. نفس الفكره هي دي كانت افريقيا ودي كمان المحيطات. الطبقات بتاعتي
الطبقة دي اللي هي دي طلعت فوق. بعرفها ازاي؟ لما بعمل مثلا دريلنج او بعمل باخد دسة، انا بعمل في المكان ده مثلا بنور بعمل هنا واحد، فبلاقي الطبقة التتابع بشكل، بلاقي واحدة مثلا جاتني على 300 متر وبعدها نفس التتابع جالي بس من بعد 400 متر، بعرف ان هنا حصل فوق قلب الارض دي اتكسرت. تاني الفول، الفول اللي احنا كنا بنتكلم عنه هو ديفورميشن الارض، عملت لها كومبريشن بيجي بس في الكومبريشن وحصل لها ديفورميشن. الفول لا، انا عملت لها كومبريشن بس الارض ما اتحملتش، حصل لها ديفورميشن يعني ما عندهاش الباور ان هي تقعد تريزيست، مش زي المسطره بتيجي، لا زي روح الازاز. انا عملت له كومبريشن بس كسر الطاقه مره واحده. هي نفس فكره السبور برضه، السبور بتعمل زي بيحصل لها ميكانيكال بيهيفير زي المواد الطبيعيه العاديه. المسطره هتدي كتير بلاستيك مش زي البيهيفير بتاع الازاز. المواد اللي فيها ازاز او فيها نفس البيهيفير بتاع الازاز هي اللي بيحصل لها الفور. فالفور انا عملت كومبريشن بس ما حصلش ديفورميشن، الارض كسر كسرت مبدئيا. من بعد الكسر ده حصل شد، عملنا كومبريشن تاني راحت في شويه طبقات طلعوا عن الطبقات التانيه، وده اللي اسمه ريفيرس فول. فالتتابع الطبقات انا عندي في الطبيعه ان الطبقات كلها هوريزونتال وهنا كمان هوريزونتال، اتكسروا مبدئيا وبعد كده راحت واحده قالت طلع عن التاني. فلما باجي اعمل هنا جثه لمشروع، الفكره كمان في ايه؟ ان سطح الارض كله بيستوي في الاخر، سطح الارض كله بيستوي من الديبوزيشن من السيول اللي بتنقل الغرامة وانسقهم، فبتبقى السطح عندي مستوى. هعمل جثة هنا وبعمل جثة هنا، هلاقي طبقة مثلا لايم ستون أو حجر جيري ظهرت لي في الـ بوينت 1 الجثة الأولانية على بعد 100 متر، وظهرت لي في الجثة الثانية على بعد 200 متر، وبعدها حجر طبقة ساند ستون تحتيها والثيكنس بتاعها 100 متر، ودي تحتيها والثيكنس بتاعها، يعني التتابع الطبق بتاع الارض هو بس دي طالعه لي على بعد على عمق ودي طالعه لي على عمق. معنى هنا ان الارض دي حصلت فيها فوت وواحده فيهم اتزحت عن الثانيه. هو ده اول نقطه اسمه البيز فوت. هو الفرق البيز فوت اللي كده، هو ده اول نوع البيز فوت. في جزء بيطلع عن الاصل. الثاني طلع عن الثاني. هتلاقي مثلا الجثه اللايف ستون طلع لك على 100 متر وطلع لك على 200 متر. مش فاهمين. فالجزء اليمين هو اللي طلع. ممكن الثاني هو اللي نزل. ليه مش الثاني هو اللي نزل؟ هي قصده هو قصده كده. يطلع عن اللايف ستون هو اللي فوق. فاهم. ممكن ثانيه؟ النوع الثاني اسمه النورمال فول. بس ده بيجي عن طريق التنشن. بشد الارض او بتحصل موفمنت بتعمل تنشن في الارض، الارض بتتكسر مبدئيا والجزء ده هو اللي بينتل عن التاني. فبعمل جثه هنا بلاقي هنا اتقطعتني 100 متر، وبلاقي جثه هنا بلاقي اتقطعتني على 100 متر. بعرف من بعض الاثنين ازاي بقى؟ بعرف من بعض الاثنين ازاي؟ يعني اعرف منين ان هنا دي اللي طلع من هنا اللي كان على 100 متر اصلي، 100 متر هو الاصلي ولا 200 متر هو الاصلي؟ يعني اصل الارض من قال لي الارض اصلا كانت ايه وضعها؟ اه بالظبط. يعني هل هو انا هاخد الجاذب ده اعرف ان هو حصل بالفوت اللي قبل ده ولا هو هي هتفرق اصلا معايا؟ انا بس عايز اقول لك انا طبعا بتتعرف ازاي او بالخبره ازاي ان انا مثلا انا عندي الارض طلعت في وقت من الاوقات واحده طلعت واحده نزلت، فدي فضلت على السطح عادي ودي حصل لها جه عليها فرجمنتيشن. دي جه عليها اللي هي المعنى والضرب الصغير والكلام ده. فاللي بلاقي عندها اول حاجه طلعتلي سويد او فرجمنت روكس بتديني نزل، لو بلاقيها العكس الثانيه هي اللي من مكانها الاساسي والثانيه هي اللي طلعت عليها. ترسمها هي اصلا هتفرق معايا؟
بجد والله مريض اقتلوا بس انا لا هو ممكن يكون من اتجاه الحركة الف يا حبيبي الف انت كده بس مش كان كنت بتقول ماشي ده اول حاجه بس ساعات اتجاه الشارع يا عم كبيره جدا ما تقدرش تكون يعني مش هنجري على بعض ساعات ما بقاش عندنا تفرق اصلا السؤال كده لا تفرق في اي حاجه هي اصلا فكره ان انا عندي الموت في نفسي في حد طالع ولا نازل ولا رايح ولا جاي فكره ان الارض تظهر اصلا دي بتخليها تتجنب اي حاجه هعملها في النقطه في الحته دي مبدئيا يعني بغض النظر عن هو نورمال ولا شباب ولا اي على افتراض ان هو حصل وبتحصل على فكره يعني في مشاريع بيكون في مدن جديده خصوصا بيعملوها يعني عملوا المشروع واكتشفوا بعد كده ان هو على 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 فالي ودي كارثه يعني فكره اصلا ان الفالق ده يتحرك 2 مللي وهو دمر لك كل حاجه دمر لك كل الاساسات 2 مللي بس مش انا عايز اعرف مين اللي هيطلع مين اللي هينزل عشان لو اتحرك هو مش بيطلع وينزل تاني. انا جبت الكل اول اتحرك يمين وشمال يعني. المومنت الاولانيه اللي حصلت في الارض ان الارض كانت طبيعيه واحد طلع او واحد نزل بس بعد كده الشق ده بيفتح ما بيطلعش وينزل تاني خلاص. هو بيفتح بس. او بيقرب من بعض مش لازم بيفتح ومش لازم بيفتح هو فكره انه ممكن يكون في الاتجاه ده سواء تنشن او كومبريشن اقول لك ايه هي كارثه طب اه صح دي ما لهاش اي حل دي فعلا ولا بتيجي بالاساسات ولا بتيجي باي حاجه دي الارض مش تعمل لها حاجه معنى كده ما ينفعش اصلا اعمل اي بروجكت او اي مشروع ما ينفعش اعرف حاجه زي كده السؤال ده الفرد ده بيسبب اي خلف في الطبقات نفسها اللي هو بيفرول الطبقات مثلا اول عيوب بتاعه الفوت او كسر الارض ده اول حاجه فيها ممكن نسمع بس عشان ما اتكلمش المايك وصوت اول حاجه فيها انه يديني هنا طبقه وهميه ده اول تكسر غير الطبقات اللي موجوده فوق هنا تحت هنا وفوق تاني حاجه الشكل وقت الفرقات عشان الارض اصلا تتكسر وجزء منه يطلع او ينزل الشق ده بيتفتح سنه الشق ده اول ما بيتخلق حصل بوزيشن لرمله وحصى والمواد اللي هي الخفيفه دي تروح مليان هنا فيبقى هنا ده الارض عادي بل هنا في سقف وهنا في سقف وهنا في بس شويه رمله ما يعرفش ان شويه الرمله دي ممكن يكون تحتها كارثه ممكن يكون تحتها شق كبير بيحصل اعماق كبيره وبنص ان انا حفرت عشان اعمل عماره انها بس بعد كل تاني ده ممكن يحصل الامطار فتح الارض 50 متر اكبر من اكبر يعني اكبر من عماره مثلا او عرض مش اكبر لو اتفتح خلاص الشقه شريكه لا الحق وانس ان هو حد يا اما العماره هتتنهار يا اما ممكن مش فاكره فين بالظبط في حاجه في التجمع الخامس حصل فيها المشكله دي ان المهندس بتاع الانشائي ما خدش باله او هو بيستخدم الكونستراكشن اللي هو خلاص مش مشكله بقى انا هعمل في اي مكان في الارض يعجبني اروح احفر فيه يلا هعمل عمارة وعملوا كده والمشروع بقى مفيش حاجة أعالجها يعني ملوش علاج الحوار ده ملوش أصل لو حط أسمنت الرمسة أقوى من الأسمنت المومنت بتاعت الأرض أقوى من أي سطح ممكن تكون
مبدأش أصلاً بروجكت حاجة زي دي، حتى لو مضطر ما ينفعش أشتغل في حاجة زي دي. ايه السؤال؟ السيف سايد يا جدعان. هو قد ايه؟ موجات صوتية، الموجات الصوتية دي لو انعكست كامل بيبقى الأرض سليمة، لو انكسرت
اي حاجه عامه ممكن عواميد حتى بعمل كده اي مباني حتى ممكن اعمل فيها كده بالظبط بس انا بعملها على الارض اسمها جي بي عارف على ليفل انا مش شايف عليك ماليش دعوه بس المشكلة ان اي فولت مع اي حركة او مع اي زلزال او مع اي موفمنت في الارض بيظهر يعني وانس ان انت عندك حركة على بعد كيلو اي حركة في الارض هقول لك هتظبط يعني مش طبيعي خالص ان انت تلاقي فولت انا اعرف مين انت قلت كده انا على كيلو لسه مش بنوصل بالظبط انا ممكن استخدم الجي بي اس لسه بقول له انا بحط جي بي اس معاها وبحط رادار الجي بي اس دي بحطها في اماكن معينه الجي بي اس دي تديني هناخدها في توصل للكيلو توصل للكيلو بتاعهم اللي بيستخدمها بتوع البترول بتوع التعدين يعني بتاع البترول مثلا مش عاوز يدفع البترول ان هو يعمل بور بول او يعمل ينزل تحت الارض عشان يشوف البترول ولا لا وبيشوف ايه يحط الجيوفونز دي اللي بتاعت الجيوفيزيكس الجيوجة الفيزيائية ويحط رادار على بعد مثلا 80 كيلو وبيدي موجات صوتية من الجيوفونز دي الموجات الصوتية لو مشيت كلها وانعكست على الجيوفون يبقى الأرض دي ما حصلش فيها اختلال حمل شوية نفس فكرة السونار نفس فكرة السونار وحتى عندما بيعمل سونار نفس الفكرة انا بحط اي جسم او بطن او قلب او كده وبيقول لي ان هيك مثلا في مشكله انت عارف شيء قال لي انا عندي بحط الزيت بديها موجات طلعت الناحيه الثانيه بتصرف قوتها يبقى مفيش اي حاجه في الارض ويبقى طبقات الارض ما فيهاش حاجه لو انعكست شويه بشوف مقدار الانعكاس مثلا بتوع البترول بيقولوا ان الارض ان السايل سواد دي بتعمل انكسار لا انت عايز تشوف قد ايه عايز تشوف فيكشن من كل واحد بص يا جماعه انا لو طلعت المقطع كله انا ممكن اعمل لا بس انت ممكن تكون كمهندس جي عندك مشكله بس هو كمهندس كنترول لا ده عايز على اكبر موقع عشان يشوف الريزرفوار بتاعته فيها قد ايه الحقن البترول بتاعهم من حته لحته فين؟ انت بالنسبه لك عايزها على قد المنشا بتاعك او قد كام منشا جنب بعض فانت بتعمل الجيفون بس دي غاليه جدا الجيفون دي والجيفون تديها موجات لو انعكست ماشي ما انعكستش انكسرت عند سطح يبقى في فارق في طريقه في اختلاف في الارض اكبر مثال لوجود فرد قريب من مصر هو البحر الاحمر البحر الاحمر اتكون نتيجه فين الارض اول ما انكسرت من 4 مليون سنه الكلام ده السعوديه ومصر كانوا حته واحده ده بجد ايران والصناعير ما كانش في بقى ولا صناعير ولا الكلام ده كله السعوديه ومصر كانوا حته واحده حصل فين النهر ايه يا جدع السعوديه فين السعوديه ومصر في حته واحده جزء من الارض نزل وهنا عمل نورمال فولت وهنا عمل ريفرس فولت ودول بعد ما حصل بكام سنه راحوا اتكسروا تاني اتكسروا تاني اتكسروا تاني وجزء من الميه بتاع البحر الاحمر او البحر العرب زمان وهذه هي المحيط الهادي جت في الحفرة اللي حصلت ايه وبدأت تكون البحر بدأت اثناء تكوين القارات بدأت هو بعد تكوين القارات بس هو من 4 مليون سنة بس هو اصغر بحر في الكوكب الارضي عندي ده اصغر بحر يعني اصغر سنة ده فعلا بس من 4 مليون سنة بس تكون والفكرة بقى ان الفولت ده بتاع البحر الاحمر بيوسع كل سنة 4 سم كل سنة بحر الاحمر بيلاقيه العرض بتاعه كبير 4 سم الفولس دي عماله تفتح وتزيد تنزيل الارض بيزيد بيبعد بيبعد مصر عن السعوديه 4 سم كل سنه وده نتيجه فولس
سينا هو ده طبعا على كده ثالث نوع ثالث نوع اللي احنا ده ممكن نتعامل معاه عادي في اي موقف الجوينتس جوينتس دي مثلا حصل لي زلزال فالارض اتكسرت بالعربي كده الارض اتكسرت او اتشرحت بحاجه اسمها جوينتس او ست جوينتس ان الارض بس حصل لها تكسير وفي المكان اتكسرت حته صغيره ما اتمسحتش ولا راحت ولا جت ولا ثاني ولا عملت اي حاجه بس اتكسرت في مكان دي اللي ممكن اتعامل معاها وعملها سكوت مش قادر. طب لو في زلزال حصل هي اصلا نتيجه زلازل لو في زلزال حصل هيزودها حرارتهم على بعض مش هي مش بالقوه دي مش زي الفولت يعني الفولت عمل بحر احمر دي ما بتعملش حاجه بس مكسور الارض فرجمنت جدا زي فكره ان انا بعمل تفجير هم ليه اصلا بيعملوا التفجير في المناجم كيف الجار ماجد؟ بيكسروه بيعملوا في جوينتس دي عايزين يخلقوا في جوينتس عشان لما يجي حد بالبوزر يشيل بس الارض ما يشيلش كتل كبير فهي فكره برضه الجوينتس دي الفكره ان الارض مكسره بس موجوده في مكانها يعني متخلقه اصلا اوريدي موجوده مفصله عن بعض الكتل الصخريه مش انت كروك مش ماسكه ببعض مفصله عن بعض بس موجودة في مكانها عشان هتشوفها ودي اللي بقدر اتعامل معاها في الانشاءات دي بقدر اعملها زي ما عقب بس انا سالت